ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قررت المحكمة الزجرية بمدينة الدار البيضاء قبل قليل متابعة السيدة المتهمة فيما يعرف إعلاميا بملف ليلى خطيبة المحامي في حالة صراحة. وأخرت المحكمة صباح اليوم الاثنين النظر في ملف ثبوت النسب في هذا الملف إلى 10 فبراير المقبل من أجل إعادة الدفاع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا بعد الظلم الذي تعرضت له ليلى. محمد الهيني والاستاذ عبد الفتاح زهراش، الله ينصر سيدنا ويحفظ العداله. يلا بالي بالي سيروا سيروا شوفوا ديالي انا ليلى 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 وقفي شويه بلاتي الله يجازيكم بخير. شوف خليوها دابا شوف شوف ليلى شوف فاطمه زهراء تقولي واحد الكلمه جوج دقائق جوج دقائق شديها شديها يا بلاتي فاطمه زهراء شوفوا اجي حنا تسكاو على الحيط وخليهم يهضروا صافي خليها بلاتي شوف 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 ودابا بشويه يلا هذيك الكلمه وكلشي صور خليها توقف هنا الله يجزيكم بخير ليلى ليلى خليها توقف هنا صافي صافي شوفوا دابا ساعدوها دابا يلا صافي يلا ديروا الكلمه صافي خليها خليها الله يجزيكم بخير شوف هيا تقول لكم كلمه مختصره سعيد سعيد دخل عجبش انا كلمتك شنو وصيتك ليلى 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 وشكرا بزاف وفريمون دو دي بريميا الوغ مره اخرى ان شاء الله ونقول داكشي ديالك باكا خدمتي لبنتك اليوم اخيرا انا كان احسن شعور هو اني شفت بنتي قدامي ونعلقها ونبوسها من بعد نكملو صافي ان شاء الله يلا شكرا شكرا اشكركم على حسن متابعة قناة ماروك اخبار يومية.